حاجة احنا مش واخدين بالنا منها، ووجهة نظر او رؤية لواحد من نجوم التحليل او كباتن ملعب الاهلي يكون عنده وجهة نظر مختلفة عن الطرح. فاسمع من حضرتك. طب معلش يا سيد، قبل ما اسمع الاستاذ حامد، اتفضل يا استاذ حامد. انا مش عارف انتوا سمعتوا ايه من اللي انا قلته يا كابتن. احنا اول ما حضرتك يعني قلت انا متابع من لحد امبارح والخط اتقطع، فكمل يا فندم. طيب ماشي، احنا هنبقى نشوف مين المسؤول عن خط عن قطع الخط. اه مهم قوي، بيتقطع الخط ده كتير قوي الايام دي. انا بقول انا بتابع الاستعدادات لماتش الاهلي والترجي ونهائي افريقيا ونهائي افريقي عربي، بيتابعوا العرب والافارقه جميعا. فحاله بهجه شديده يصنعها النادي الاهلي في مصر، هذه الحاله يبدو انها كانت التوقيت الاساسي لهؤلاء الجبناء اللي اختاروه لضرب هذه الحاله الطبيعيه. هي جمله انا باخد من اخر جمله قالها الكابتن اسامه حسني، فعلا انه وجود جمهور وانه النادي الاهلي نجح في الاتفاق على انه الجمهور يبقى 60,000 في الملعب، فشعر هؤلاء انه هذا المشهد اللي هتنقله الكاميرات للعالم كله هيبقى شيء صعب عليهم ان تظهر مصر امام العالم وقد عادت اليها بهجتها وعادت اليها فرحتها وامتلأ ملعب بعشرات الالاف في نهائي بطولة افريقية. ده بيوجه رسائل عظيمة جدا، فهم لقوا ان دي تبقى فرصة رائعة يستغلوا فيها أن يضربوا عزل المدنيين عزل الأبرياء. فقد استشهد اليوم 7 بينهم أطفال، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأصيب 14 كانوا في أتوبيس رحلات عادي، أتوبيس رحلات عادي كانوا رايحين يصلوا في دير في منطقة العدوى في المنيا، وهم راجعين كانوا منتظرينهم بالرصاص، منتظرين بالرصاص بعد يومين فقط من اعلان المتحدث العسكري المصري انه مصر حققت اهدافها بحملتها العسكريه الشامله سيناء 2018 بعوده الحياه الى طبيعتها في شمال ووسط سيناء. وبعد 3 أيام من اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان مصر نجحت بمواجهه الارهاب في سيناء، كانت تواجه إرهاب بتشترك فيه 6 مخابرات لدول مختلفة إضافة للمغسولة أدمغتهم من إرهابيين يعني جهلة. فاليوم أنا بوجه الرسالة إنه النادي الأهلي هو المعادل الموضوعي للوطن، المعادل الموضوعي لمصر. وبتمنى ان يكون حكام المباراه اليوم وصلت لهم الرساله بانه النادي الاهلي لازم يعني نقف حداد على شهداء الوطن. وبرضه طبعا ما بنساش اقول انه معلن النادي الاهلي النهارده بيلعب نهائي افريقيا وفي وجود جماهيره العظيمه الموجوده من 48 ساعه، فانه مصر النهارده بتستضيف شباب وقادة ورؤساء حكومات ووزراء من مختلف دول العالم في شرم الشيخ في مؤتمر شباب العالم. فده مع ده يعني يبدو أنه أصابهم بغصة شديدة. كانت وراء هذا العمل الجبان، العمل الذي أرادوا به ضرب إرادة الأمة المصرية في البقاء وفي النماء وفي الاستقرار والبناء. ولا اعتقد انه شيء ده هينجح لانه لا طبعا افعال الذين فقدوا الامل في اعاده مصر الى الوراء. انا اسف طبعا
ان انا اخذت من جماهير. لا بالعكس، لا بالعكس، بالعكس بالعكس، انا انا بضم صوتي لصوت حضرتك استاذ حامد عز الدين، بضم صوتي لصوت حضرتك، لكن بضيف كمان بعض الاشياء المهمه جدا. طول ما الايد في الايد وترابط واحد والتجمع واحد والهدف واحد، وهي يعني وجود مصر في اعلى مكان من خلال كل مواطنيها بكل فئاتها بكل معتقداتها. يعني طول عمرنا البلد اللي معروفه على مدار التاريخ كله 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 كلها، انت بتتكلم على واحد على طول انت مصري، ما بتتكلمش على ديانته ولا ملته ولا اي حاجه خالص، بل بالعكس احنا عندنا واجب مع القيادات ومع المؤسسات ومع الجيش والشرطه، احنا كمان لينا واجب جامد جدا من خلال انتشار المعلومه الصحيحه وانتشار المفهوم الصحيح وانتشار التعاون المظبوط يا استاذ حامد. لا انا كنت عايز اقول لهم يا جماعه المصريين، اخر دراسه اعلن نتائجها الدكتور وسيم السيسي قالت انه جينات 97.5% من المصريين هي ذاتها جينات توت عنخ امون ملك مصر من 5000 سنه. فالمصريين كلهم واحد، وبصمه وشهم واحده وبصمه صوتهم واحده، يعني ما نقدرش نفرق بينهم. وان شاء الله ان شاء الله تكون دي عملية تعطينا الفرصة للانتباه أكتر، خصوصا في أماكن هم يرونها أهدافا سهلة لأنهم بعدوا عن المواجهة الحقيقية. تمنياتي بأن يحقق النادي الأهلي أملنا جميعا يا رب، أمل مصر وتحقيق فوز كبير بإذن الله، يعني ايه يداوي ولو جزء من الجراح اللي ان شاء الله انه هذه العمليه الجبانه ادت اليه. صحيح، يعني شكرا جزيلا للاستاذ حامد عز الدين الناقد الرياضي المعروف والكبير، شكرا جزيلا للاستاذ حامد عز الدين.